5 دقايق. اليوم راح نلعب روبلوكس، وهاي اللعبة اسمها ويلكم تو بلوكسبرغ. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على زر التنبيه عشان يصلكم كل شيء جديد. هلا نحنا جوا باللعبة، ونحنا فينا نعمر وفينا نشتغل، وانا بفرجيكم بالحلقة الثانية شو بيعملوا يعني بحلقة، بس بيطول كتير انه نعمل هاي البيت. قولوا لي بالتعليقات شو انا اي بيت رح اعمله. وهلا نحنا رح ندخل ونفرجيكم. اول شيء هذا هو محلي اللي انا هون، وهذا سيارتي فيني شو قاعد بتعلم فيه، وهذا فينا نقعد هيك، وهذا فينا نروح ونجوا هذا نسبح، هون فينا نقعد في اثنين، واحدة لألي واحدة إذا حدا بده كمان يقعد. وهاي للطابة، هاي طابة بالمي بيحطوها. وهون بدي شوف، وهون نحنا عنا انه فينا نتمرجح في اثنين، ونحنا لازم يكون عنا شيء يعني عشان يضوي، بس لازم يكون عنا كهرباء عشان اذا طلعوا. كم مصاريات عندي انا كده عم بشتغل، وبعدين صرت عندي هيك كتير، بس منيح، بس انا ما بعرف كيف اخذت هيك كتير. بس لما دخلت فيها هاي لعبتي اللي انا بحبها كتير، وانا بحب هاي فلود السيرفايفل اللي انتو شفتوها بالهيديك الثانية الحلقة. وهلا رح نفرجيكم المكان، وهون هو المكان لما بيدخلوا، و هذا البسة، ورح افرجيكم بعدين غرفتي لانه عندي كثير غرفات بحبهم، بس عشان اذا حدا انا ما اعرف اي اختي عندها، هاي تبع اختي هاي غرفتها، وهي بترسم هيك وهي بتحب هودا الشغلات. وراح نفرجيكم هون الغرفة الثانية إذا حدا بدهم يناموا معنا يكونوا معنا. وهون هو هذا البانيو، هذا وهذا هو التواليت، وهذا هو الفيليون يعني يغسلوا إيدهم ويفرشوا أسنانهم. ونحنا فينا نفرش أسنانا، كنا لازم نروح لعند بانيو وتحمم. هلا انا قاعدة بالبانيو، وبعدين رايحين نشتغل وبعدين رايحين نشتغل، وبعدين نحنا راح ناخد مصاري اكتر عشان نعمر يعني ببيتي عشان يصير احلى يعني اكتر. وراح فرجيكم كيف بغير مرة كيف نحنا بنعمر غير بيت. اكتبوا لي بالتعليقات اي بتكون انه انا عامل. وهلا انا صرت نظيفة، وهون فينا مشط شعرنا. رح نشوفكم بالفيديو لما انا رح اغير حالي بس كل حالي. وهون هو الاكل، وهلا احنا رح عنا هون اكل اللي عملناها، يمكن انا بدي اكل بيض. هلا رح نطبخ بعد الاكل، بعدين انا رايحة انا يعني بعد الاكل انا رايحه اشتغل. حمل بيضه، لازم استنى، لازم اعمل لها
اعملها وانا ما عملت بيض هوني بس راح اعمل هلا بيض وراح اكل كل هدول لانه كثير طيبين هون. ايه وهلا بعد الاكل تحكم اياها انه بعدين انا راح اشتغل. اوكي هلا بلشت الفطور. وهلا رايحين نقعد ونحطه هون وراح ناخذ واحدة منه. وهلا نحن بناخذ كثير طيبة ورايحين ناكل هاي واحدة هذا التعقوس اسمه. ايه وراح ناكل هلا راح ناكل سلطة. اوكي اذا ما في سلطة باكل هاي السلطة. اوكي وهلا يمكن هلا راح اخلص اكل شوفوكم. وهلا خلصت الاكل وانا رايحة واشتغل رايحة بسي عندي شوي لازم انا استريح. هلا نبص احنا طبعا الجهاز ايش هذا ليش عم سامعين عم ايش هذا؟ اوكي سكرتي. اوكي هلا رايحين لعند سيارة. نحن بالسيارة راح نجمع كتير عشان اشتري كمان سيارة عشان اخذ يعني اكتر مني. لا نسيت لازم اخذ هلا شلتها عند البيت. وهلا رايحة افتحها لا ابي افتح الكراج يعني هذا اللي تبع السيارة لما بيحطوها السيارة هناك. وانا رايحة هلا اللي رايحة لهني رايحة اشتغل واكتبوا لي بالتعليقات اي محل رح اشتغل. هاي الاول واحد اللي انا بحبه. انا بحب هاي البيت بس كنت عبي كبير بيت بس هلا كده عندي كبير بيت بس ما عمروا جوا لهيك يعني غيرت البيت. بس انا حبيت هذاك كمان بس من برا كان حلو بس هلا انا حبيت هذا لانه هذا كثير منيح لانه امنح لانه هذاك يعني كان كثير كبير وما كنا فينا طلع هذا البيت. احنا طلع هاي الشغلة يتبولوا بالتعليق زي حلو هاي ولا بيتي. بس انا لما باخد غير كمان بالباكس يعني مصاري بعدين ايه بعدين باخد بالباكس بعدين رح اعمل كتير بيتات بس انتو بتعرفوا. وهلا رايحين هونيك انا وجهي كتير ازرق حتى حبيت وجهي ازرق و شعري ازرق بس الابيض. بس انا هون من هون عندي يعني شعر تبع اللي بيحطوا. ايه وهلا رايحين لعند هوني ولا هون اكتبوا لي بالتعليقات وين انا رح ايه انا رح اعمل رايح اشتغل. هيك كانت اختي تعمل لما يعني بعدين انا ضحكت هيك دخلت هون هيك بعدين ضغلت هيك وبعدين ضحكنا كثير. لازم ارجع قلت لنا ايه هيك كانت تعمل. ورايحين هلا ونشوف نمت سيارتي بس انا هي صغيرة وانا تبعي كبير. اكتبوا لي بالتعليقات هي انا رح وين انا رح اشتغل انا حاطه
طلع وين نحشتغل. لا صفينا هلا احنا جوا وانا رايحة اشتغل هناك في محل اللي بنطفو. هلا احنا هناك وراح نشوفكم نبل. انا كمان بعمل يوتيوب. وهلا رايحين عند غير محلات. طلعوا كيف بيزتوا. ممنوع يزتوا بالعرض. لازم يكون كل شيء نظيف. وهنا هو سيارتي اللي صفيته. حد صفى محل هونيك عشان نحنا لازم نشتغل عشان ناخد مصاري. انا عندي كتير مصاري ما بعرف كيف اخدهم. انا كده عندي 5-9 بس كان كتير كتير كتير. بس بعدين اعطيت مصاري ولا كنت بعمر غرفتي ولا يعني بيت اختي كتير كبير وهو حلو. بس حاطت صورات بالساعات. صارت كانت عندي كتير حلوة. بعدين هي كانت عندها صورات بالضحك. انا بس كاحي مع صورة. وانا رايحة نظف هون عشان كل شيء يكون نظيف. وهلا راح نشوف ايه لوين رايحين. هلا يمكن انا راح اشوف هون. ليكو في هون لازم ننظف بس ممنوع يحطوا. لازم نحطوا هونيك. لازم نحطوا الزبالة هونيك. وهلا راح نلبس هون. راح طلع شو هذا بيعملوا. راح نطلع حتى هاي انا عندي وهاي انا عندي وتونا عندي الاثنين. بعدين ما اخذ كبار بعد راح اخذ كلهم. وهاي كتير منيحة يعني فيني اعطيه هون كم ما بدي مصاري. وهذا فيني عملوا بيت يعني هيك يعني فيني عملوا كمان بيت. وهنا هي فيني عملوا تحت. انا ما عنديها عندي هوني. وهلا هاي اللي هذا بيغير البيت. وهذا هو انا السيارة. يعني بحط السيارة بس اختي فكرت انه فيهم يفتحوها. بس هون هاي هي اللي بيفتح لما بيشتروها. بعد فيهم يفتحوا السيارة من ورا. بعد فيهم يحطوا الأكل والغراض اللي اشتروهن. ورايحين هلا ننظف. اوكي بعدين انا رايحة بغير مكان. شفتوا هناك واحدة بنت زعلانة. يمكن هي يعني جوعان. هذا اللي بياكل بده ياكل ولازم ياكلوا ويشربوا. هذا ما بياكلوا ويشربوا بعد ما عندهم شيء ما يعملوا بعدين بيموتوا. بس نحنا لازم ننظف عشان كل شيء يصير نظف وناخذ مصاري. وهلا لازم يحطوها. ودولة اللي ما بيحبوهم ممنوع يزتوهم بالارض. لازم يحطوهم بال زبالة محل الزبالات. وهلا رايحين هونيك جوا وننظف. هلا رايحين ونغير محل. انا رايحة وهلا رايحين هونيك هونيك. وهلا طلعوني. كان كتير منيح اخذ مصاري. منيح لانه بعدين يعني باخذ مصاري وبعد فيني اعمر بغير فيديو بهاي اللعبة اللي اسمها بلوكسبرغ. وبعدين نحنا راح نفرجيكم كيف عم بعمل بيت. بس اذا بدكم انتو الصغار تعملوا بيت تعلموا شوي شوي واخواتكم فيهم يساعدوكم هيك. وهلا رايحين لعند هلا خلص. وهلا نحن خلصنا للشغل ونحن رايحين
لعند البيت، وبعدين انا رايح انام لما اصلي بالليل، ولازم اسرع حالي عشان اصير منيحة بكرة. بعد لازم اصير منيحة بعدين انا كتير يعني بنام كل شيء. وهلا رايحين عند البيت نسرع حالنا، يمكن ازهد غلط بيت وخر بيت. شغل كتير. هلا نحن بالبيت، ما صار كتير، بس مو سريع كتير صعب لما بصفة. اوكي رايحانا لعند غرفتي، لانه كتير صعب انه اروح لونيك برا، لانه انا هلا بالبيت وانا رايح ونام. كتير نعسانة هيك، انا بروح هيك ولا جوعانة. هاي شي لازم نروح لعند غرفتي. انا حبيت الغرفة الاخضر، بس هلا انا غرفتي لازم اطفي الضوء. اوكي وهلا انا رح اكل، وانا هون جوعانة كتير، رح اطلع اذا انا منيحة لازم اكل ولا لازم اكل كتير. باكل عشان اصير حتى بأزانة جوعانة. لا انا جوعانة لسه عقلي، لازم اكل عشان اصير منيحة بدني انا رايحة. نعم اوكي هلا رايحة انام. اوكي هنا وهيك بيكون خلصنا الفيديو، وانطرونا بفيديو جديد، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. فوزي جماعة، باي باي.